السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضر الدنجال بواحد الطريقة اللي زوينة وسهلة ومغايرة على المعتاد. عندي في المقادير جوج ديال الدنجالات متوسطين اللي غسلتهم مزيان وحيدت ليهم الراس ديالهم. عندي فلفلة ثلاثة ديال الأنواع ديالها، حمراء صفراء وخضراء، اللي غسلتهم وقطعتهم مربعات، خضرين ماشي مشويين. وعندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد البصله صغيره مشلضه، شويه البزار، شويه الملحه، واحد الثومه، وهنا عندي جوج بيضات، وعندي شويه ديال زيت الزيتون او زيت العاديه اللي بغيتو. هنا بعد ما سخنت لي المقله كنزيد زيت الزيتون، وفورا كنزيد فوق منه البصله اللي عندي مشلضه باش ما كنخليش الفرصه للزيت باش يتحرق. هاد العمليه ضروري ديروها، ما تخليوش الزيت فوق المقله وتنساوه عاد ترميو فيه داكشي اللي بغيتو تشحروا. يعني دائما فورا تسخنوا المقله هي الاولى، وعاد كتزيدوا فوق منها البصله ولا المهم داكشي اللي بغيتو تشحروا. هنا غادي نزيد الثومه اللي عندي، غنحكها فوق منها باش نشحرها معاها. ونبقى نحركهم باستمرار حتى ياخذوا لي اللون وتبان البصله. نزيد عليهم فلفله حمراء، فلفله صفراء وخضراء. ممكن ديروا فلفله اي نوع عندكم، غير هي الفلفله الصفراء والحمراء كتعطي واحد المذاق زوين مغاير على الخضراء. الخضراء عندها شويه مذاق مجهد، كاين الدراري اللي ما كيبغيوش. ونزيد الملحة والبزار، صافي. نبقى نحرك باستمرار، ما نوقفش على التحريك، يعني واحد شوية ونجي نحركها. بعد ما تبانت البصلة والفلفلة بجوج، غادي نزيد الربيع، قزبر ومعدنوس، نزيدو ونحرك واحد شوية، صافي ونطفي عليه. هنا بعد ما قطعت الدنجال دوائر تكون متوسطة، يعني ماشي رقيقة بزاف، غادي نشدها، غادي نخويها من الوسط، ونحاول بشوية بشي موس شوية يكون ما ماضيش بزاف باش ما نضربوش يدينا. نخويها من الوسط بهالطريقة هكا، هيدو لها القلب ديالها، ونقادوها باش نلقاو فين نديرو الحشوة لداخل. يعني كنقادو البلاصه ديال الحشوه. لما القلب راه غادي نعاودو نقطعوه ونقادوه باش نزيدوه على المقادير اللي البصله والفلفله اللي طيبنا. ممكن انا نحطوها بهذه الطريقه هكا، ما بغيناش نهزوها الفوق، على حسب كل وحده كيفاش كتخدم هكا. ونحيدو القلب بكل سهولة. بالنسبة للقلب كنقطعوه هكا صغير، اللي خويناها كنقطعو لها القلب ديالها هكا، وكنديروها في شي إناء ونخليوها جانبا. هنايا هذيك الفلفله اللي طابت كنعاود نسخنها واحد شويه، حيت كنطفيت عليها في الاول، سخنها شويه باش تاخذ الحراره شويه باش نزيد عليها الدنجال. هنا غنزيد عليها دوك القلوبه ديال الدنجال ونحركهم حتى يطيبوا تماما، يعني ما يبقاوش خضرين. الدنجال دغيا كيطيب، مفيش مشكله في الطياب، دغيا كتجي بنينه هاد الحشوه غير هكا كتقدم، يعني كتجي زوينه. هنايا صافي طاب الدنجال، كيولي بهذا الشكل، كيتقل الحجم ديالو.
هاد الحشوة زوينة، ممكن دار حشوة، ممكن دار سلطة مرافقة لشي أكلة، يعني كتجي بنينة. وهنا عندي السردين اللي خديت اللاطة ديال الفرن، كنديرها لتحت وكندير شوية يعني ديال الفران، وكندير فوق منها السردين اللي ما غسلته ما والو، يعني كيما شريته باقي جديد وزوين، كنستفو بهذه الطريقة. هكا هاد الطريقة ديال السردين كتجي بحال مشوية فوق الفاخر، يعني ما كيجيش فازك. ملي كنديرو السردين فوق اللاطة مباشرة كيطلق داك الما ديالو وكيجي بحال فازك. اما هاد الطريقة جربوها كتجي زوينة، كيجي بحال مشوي تماما في الفحم، كيبقى غير اختلاف في المذاق ديال الفحم صافي، ما شي لاخر مزيان. هكا بهاد الطريقة كنستفوه، كنقادوه على حسب الحجم ديالو، هكا حتى كنكملو الكمية اللي عندنا كلها. بعد ما كملت الكمية اللي عندي كلها ديال السردين، كندير واحد الطريقة اللي كتجي زوينة، ما كتخليش الريحة، كتغير شوية الريحة ديال السردين اللي كيعطي ملي كيدخل الفران. كندير عريشه ديال الزعتر وشويه ديال الازير، كنرشو من الفوق، ما كنديرش الملحه لان اصلا كيديروا فيهم الملحه. صافي هكا، وكندخلو الفران في الاسفل اللي سخنته من قبل، كنحطها لتحت. وهنا غادي ندوز للدوائر ديال الدنجال اللي غادي نعمر. هكا كنت مرقداهم من قبل في الماء والملحه باش ما يكحلوش ليا اكثر. كناخذ جوج بيضات، شويه الملحه وشويه ديال الابزار، وكنطربهم طربهم مزيان. اللي غنديرهم في الحشوه اللي غادي نعمر بها هذوك الدوائر ديال الدنجال. هنا خديت واحد الاناء كبر من الاخر فيه القفين ديال الحشوه، غادي نخلط مزيان حتى ينسجم الابيض مع الصفر. نزيد عليه الخليط اللي طيبت اللي فيه البصلة والثومة والفلفلة، وفيه الدنجال، القلب ديال الدنجال مشحرين، نزيدهم لذاك البيض. كتجي هاد الحشوة زوينة، كنزيدها كلها. نحركها، حركها مزيان حتى تدخل فيها البيض. من بعد غادي نزيد عليها الفرماج. انا هنا خديت موتزاريلا لانها كتصبر شويه هذا العافيه، خديت موتزاريلا. صافي نخلطها ونخليها جانبين. هنا درت المقله فيها شويه ديال الزيت العاديه، ماشي زيت الزيتون، ما تكونش قليله لان الدنجال كيشرب شويه الزيت. بعد ما سخن ليا الزيت غادي ندير الدوائر ديال الدنجال، نقليهم هنايا شويه. ومن الاحسن الا عندكم الوقت ديروه في الفران، انا عندي الفران مشغول داكشي علاش درتو في الزيت، ولكن في الاخير ما كيشربش بزاف يعني الزيت. بحال هكا كنبقاو كنستفوهم كاملين وكنطيبوهم، من بعد كنقلبوهم. كنبقاو مقابلينهم، اللي طابت كنقلبوها باش ما يتحرقوش لينا، حيت الدنجال دغيا كيتحرق. صافي بهاد الطريقه هكا كيتحمروا هكا، يعني كتحسي بهم طيبين. صافي ونحيدوهم. خديت واحد الطبسيل فرشت ليه الورق النشاف، وكنحط عليه الدوائر ديال الدنجال باش يحيد الزائد ديال الزيت.
هكا نحيدوهم، كيجيو زوينين مقرمنين، واحد شويه كيطلقوا، غير كيبداو كيبردو مكيبقاوش قاصحين كيما خرجناهم من المقله. من بعد كندير فوق منهم ورق اخر باش كيشرب مزيان الفائض ديال الزيت، هكا نمسحوهم صافي ونحطوهم جانبا. غادي ناخد المقلعه تاني نغسلها، ما نخليش فيها الزيت اللي كان فيها، ونستف فيها هنا الدوائر مزيان هكا، والنار تكون مهيله باش يطيب لي الخليط اللي غادي نكب الوسط. نستفهم مزيان مقادين، ناخذ الخليط اللي عندي اللي حضرت من قبل اللي فيه البيض والفرماج وخليط ديال الدنجال اللي مشحر مع البصله والفلفله، كنعمر به الدوائر هكا على حسب العلو ديال الدوائر ديال الدنجال هكا بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. كنقادهم مزيان باش ما كيبقاوش خاويين وماشي عامرين بزاف، العافية كتكون مهيلة كيف ما قلت لكم، يعني ما تكونش مرتفعة باش ما يطيبوش من التحت ويبقاو خضرين من الوسط، لأن البيض خصو يطيب. صافي هكا ممكن تغطيوها، تغطيو المقلة. هاد الأكلة كتجي زوينة بالدنجال، كتجي مغيرة على الدنجال المقلي، بزاف الناس ما كيبغوش الدنجال المقلي كيجيهم مجهد، وهذه زوينه كتجي بنينه، يعني نغيروا شويه في الاطباق ديالنا. كنحاول نقادوا الالوان حتى كنكمل الكميه اللي عندي. بعد ما طابوا من التحت غادي نقلبهم باش يطيبوا من الفوق، كنضغط عليهم واحد شويه، والعافية دائما مهيلة لأن العافية مجهدة ما غاديش يطيبو. صافي نقلبهم اللي طابت نقلبها، وما درت في المقلة حتى شي مادة دهنية، يعني غسلت المقلة وعاد حطيت فيها الدوائر باش ما كنزيدش الزيت، والزيت كيخرج اصلا من داك البنجال اللي كنا دوك الدوائر اللي قلينا، كيعاودوا يخرجوا داك الزيت ديالهم اللي كان لاصق فيهم كيعاودوا يخرجوه، يعني ما كاينلاش غادي ندير الزيت. هنا اللي طابت كندير فوق منها شويه ديال الفرماج، هذه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، كتجي زوينه في المنظر، كيجي دايب عليها شويه كيغير لها اللون، كيجي شويه ابيض. صافي غير شويه كيذوب فرماج وكنحيدهم كنديرهم في الطبسيل. هنا السردين عندي في الفران اللي طاب، فعلا العافيه لتحت وفوق، كيجي بهذا الشكل، انا خرجته كيجي بهذا الشكل محمر وزوين، وفي ديك الريحه ديال الزعتر وازير كتجي مغيره شويه على ريحه السردين العاديه، هي ما كتحيدش الريحه تماما ولكن المهم مغيره. وهنا اللاطا كيطيح فيها الزوائد ديال الماء وداك الشيء ديال الدهون اللي زايده في السردين، وكيجي مشوي وزوين وما كيجيش فازك، لان الا درنا مباشره كيجي فازك. وهنا صافي كنحيدو، ما كيلصقش فوق الشبكه، كيجي زوين بحال هكا. كنحيدو ونحطوه هكا في الطبسيل، ممكن نفرشوا ليه الخس، ممكن نفرشوا ليه القزبر ومعدنوس على حسب الذوق. هنا عندي دوائر ديال الدنجال اللي صوبت،
كتجي رطبه وزوينه مغايره اللي ما كياكلش الدنجال مقلي. هذه طريقه زوينه. وهنا عندي السردين اللي شوينا، يجي ناشف وزوين. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وبالصحة والراحة.